خلونا نروح لامرأة تدرب الرجال على الملاكمة، وفين؟ في الصعيد. اللي مش مصدق يتفرج. دخلت البوكس عن طريق الصدفة برضو، ما كنتش حابة البوكس بقى عشان وشي وكده، وكنت بخاف على وشي وكده. بس جه كابتن ميليجي شافني وانا كنت بنط حواجز وكنت بلعب ساعتها العاب قوة، فنادى عليا قال انت اسمك ايه وعندك كام سنة لو تقدري تيجي تتمرني بوكس وكده. فانا طبعا في الاول رفضت، بس فيما بعد بعد كده مرني بتاع 10 ايام وقال لي ما تطلعيش بطولات ما تخافيش وكده، هداني في الاول يعني. بس بعد كده مرني بتاع 10 ايام ورا بعض تمرينات عاديه، هو شايف الباور وشايف النشاط، بس كان ناقص اللي هو ايه يديني الحاجه الاخيره دي. مرني اداني الاداء الفني وكل حاجه وتكنيك اللعبه وازاي ادافع وازاي اضرب وكده. بس خدني بطوله معايا، كانت اول بطوله ليا حياتي فيها مركز ثالث جمهوريه. ما كانوش متقبلين الوضع ده في الاول، انت عارف موضوع الصعيد يعني بالنسبه لهم التمرينات والحاجات دي كانت في البوكس بالذات كان صعب، وكون ان يبقى بنت كمان هي بتمرن فدي كانت اصعب شويه. فبعد كده هم تقبلوا الوضع ان لقوا بنت وبتمرن بجد وزيها زي الولد، تمرينات قاسيه جدا وتمرينات على طول، فهم حبوا الموضوع ان هم يحبوا ان يبقى تمرين بجد. في الاول والله وانا ما كنتش حابب الموضوع ده خالص، يعني ان بنت تدرب ولد دي حاجه مش كويسه قوي يعني، او مش مستحبه في الصعيد يعني. بس مع ما شاء الله خبرتها وتفوقها، وخصوصا في بلد ارياف ما فيهاش مدربين كتير يعني في مجال البوكسنج، فبدانا نمشي معاها خطوه خطوه ونتقبل انها تدربنا يعني، والحمد لله بقت كويسه جدا في التدريب يعني، واحنا بنتحسن معاها في التدريب. انا عايز اقول للشباب برضو انه ممكن يتقبل فكره ان البنت تدربه، ما هم البنت ممكن تجيب برضو التدريب والامتياز في التدريب زي الشاب بالظبط، فدي ما فيش داعي خالص ان هو ما يتقبلش، لازم يتقبل الامر وكانه مدرب شاب بيدربه.